اوعى تفتحي الباب لحد وما تفتحيش البوتاجاز. يا ماما احنا بقينا كلنا وعايزاكم تقعدوا هنا كده على الكنبه ما تتحركوش، اتفرجوا على الفوازير وعلى الراجل ده مواعيد. يلا ماشي يلا. والله انا شايفه ان مكان ليه لازمه الكوافير ده خالص. والله ما كان ليه اعمل شعري لون ايه؟ بصي بيتشقوا ازاي؟ قمر عليك يا ستي يا قمر ايه بس وبتاع ايه؟ وانت هيبقى ذهب. لا ذهب ايه بس؟ طب هنشوف يا عبد هيقول. يلا يا اختي البنات يا دعاء ما تفتحيش الباب لحد. حاضر يا ماما. اسمعوا الكلام. حاضر. يلا باي. اللون ده هيكون عليكي حلو قوي يا مدام صدقيني. لا ابيض. هو عاجبني بس حاسه ان هو فاقع شويه. ولا ايه رايك يا سهير حلو؟ لو ما عملتيش الالوان المفرحه دي دلوقتي هتعمليها امتى لما تعجزي وتهجعي؟ صدقيني ده احدث لون السنه دي. يا اختي يلا بقى. بطلي جبني. خلاص لو انتوا الاثنين شايفينه حلو هعمله. وان ما عجبكيش تعالي غيريه. اغير ايه بس وانت فاكراني حاجه هنا تاني؟ انا مش هقدر اسيب البنات كتير كده. يروح عليك يا زاد كده دايما شايله الهم طول عمرك. ما تيجي يا اختي تبصلي كام ساعه. يلا اعمله بقى. يلا توكلنا على الله. اوعى تكسفني قدامك. عينيا يا مدام سهير. يلا خلاص توكلنا على الله. عارفه لو طلع فاقع. ايوه تيتا ازيك؟ ماما نزلت راحت الكوفير مع صحابها. ماشي سلام. أول مرة أدخل السينما من ساعة ما اتجوزت. يعني بقى لي 13 سنه ما دخلتش السينما. يا خبر يا زاد استحملك كل ده ازاي؟ انا وجدي كان بيفسحني ويخرجني ويديني سينما كل اسبوع. كان بقى مش حاجه بتطبع على حالها. نهار اسود ممكن يكون وجدي متجوز واحده عليا وبيبلبط معاها كده زي احمد زكي. جرى ايه بقى يا رحمك؟ ما تلاقي نفسك يا اختي. انا عملت لك حاجه؟ خلاص 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 نقطه.